مرحبا، معكم توني. واليوم الفيديو رح يكون نوعا ما ملحق للفيديو اللي حكينا فيه قبل. بالفيديو اللي قبل هيدا حكينا عن ال 35 مليمتر versus ال 120 مليمتر، كل واحد وين البوزيتيف وين النيجاتيف تبعه. اليوم رح نعمل ستيب تانية. خلينا نعتبر انه انتو قررتوا بدكم تجيبوا فيلم كاميرا او اول فيلم كاميرا. هلا بطبيعة الحال بيصير فيكم مثل كل العالم، مثل ما صار معي، بتبلش بتشتري اول كاميرا، بتشتري تاني كاميرا، بتشوف ليك في هيدي البوينت اند شوت بلكي بتهون لحياتي، اذا رايح مع العائلة بروح بتجيبها. بعدين بتحس انه بتعرف شو خيي، الكواليتي تبع ال 35 مليمتر مني كتير ممنون، خليني اروح على ميديم فورمات. بتروح بتجيب اول ميديم فورمات، فور سام ريزن مش براكتيكال، بتجيب واحدة تانية، بتجيب واحدة تالتة، بتصير تغير. يو اند اب تخلص ب عندك كولكشنز اوف كولكشن اوف كاميراز 20 و25 كاميرا وانت بتستعمل واحدة منهم. هذا الفيديو بالتحديد اللي عم جرب اعمله انه بطبيعة الحال كيف انا بشوفها، قسم الكاميرات بطريقة اذا انت مفيت على الفيلم كاميرا من الاساس، جرب انه ساعدك تتوجه على الكاميرا اللي انت مناسبة لك اكتر شيء، تا ما تضيع مصرياتك to focus one بمحل واحد. خلينا نبلش بالاول، كيف منجاوب على شو افضل كاميرا لك؟ اول سؤال هو what type of photography انت بتصور. يعني انت بحس حالك رح تجيب الفيلم كاميرا تتصور عائلتك to document your kids life وهيك، واحد. اثنين، اذا انت مهتم بالستريت فوتوغرافي. ثلاثة، اذا انت بتصور landscape طبيعة وهيك. اذا انت بتصور، اربعة، portraits، او اذا انت already photographer عارف شوي شو عم تعمل او عبالك تصور studio photography، يعني تاخد هالفيلم كاميرا تستعملها بستوديو مع اضاءة او بلا اضاءة بس in general. يعني so اكيد في غير قصص كتير بس انا قسمتهم لهول خمسة. في كتير قصص هلا رح يكون في عندكم اخد انه نسيتها وما حطيتها وما ذكرت هيدي، بس this is بطريقة kind of مبسطة كيف أنا بشوفها وفيكم أنتوا تتفرعوا منها. وإذا عندكم أي سؤال مش أنا ذاكره بهذا الفيديو فيكم تكتبوا لي مساج بالكومنتس تحت ورح جرب قد ما فيي أنا جاوبكم حسب ما بعرف. So خلينا نبلش بهول. عملت تشارت صغير، actually two charts، ورح فرجيكم إياهم. أول واحد هو على شكل التالي. هلا انا مثل ما شايفين وكمان هيدا رايي الشخصي وانا كيف بشوفها، ما يعني صح بس ممكن يكون في ساعدكم شوي بتبسيط الامور بطريقه معينه. انا بشوف اذا بدك تصور جماعه ستريت فوتوغرافي والفاميلي سميتها اللي هي دوكيومنتينج يور لايف، جمعتهم مع بعض لانه هول الاثنين اتس مور اباوت ذا ستوري، اتس اباوت ذا مومنت، عرفت؟ ومش مضطر يكون عندك سوبر هاي ريز. هول الكاميرات عم بستعملهم بهالكونتكست عادة وهول الكاميرات عم بستعملهم بهالكونتكست، سو قسمتهم على الشكل. سو انا جمعت ستريت وفاميلي لانه هول اثنين يو هاف تو بي مضطر تقدر تكون عم تتحرك بسرعة ورايح وما بدك سيت اب ثقيل وكبير وترايبود واضاءة وكل التفاصيل، بدك شيء صغير براكتيكال ما يلبك لك حياتك، تحطه على جنبك تشيل تاخذ صورة وتكفي حياتك. سو هاي بخصوص ستريت فوتوغرافي اند فاميلي فوتوغرافي حطيتهم مع بعض، واللاندسكيب بورتريتشر والستوديو حطيتهم لحال لانه اللاندسكيب بطبيعه الحال انت يو نيد ذات هاي ريزولوشن. بورتريتشر فيك تصور اكيد بال مثل نفس الكاميرات تستعملهم فور ستريت، بس عاده كمان فور بروفيشنال ورك يو نيد مور ريزولوشن. ستوديو شوتس كمان رح تستعمل، محبب انه يكون عندك احسن ريزولوشن والتوناليتي تبع صورك، سو والاضاءه التنسيق مع الاضاءه وهلا بنحكي عنهم اي كاميرات افضل لهذا الشيء.
اللي هن ستريت فوتوغرافي اند فاميلي. انا بشجع او بيرسونلي انا بستعمل 35 مليمتر فيلم كاميراز. ليه؟ لانه اصغر وبيطلع لك مور شوتس، مش كل 10 صور بلس اور ماينس بدك تغير فيلم. سريعين، في منهم اوتوميتد كاميراز اهين بكتير واوفر. اذا انت بدك تروح على اللاندسكيب او بورتريتشر بدك تاخذ وقتك او ستوديو شوتس، هون اي وود ريكومند تاخذ تروح على الميديوم فورمات. هلا تنرجع بال35 ملم في عندك نوعين. هلا اول سكشن، اول ستيب اذا بدكم، اللي هي يا بتفوت اوتوميتد، لايك ما بدك كتير توجع راسك بال ديتيلز يعني ابرتشر شاتر سبيد واكسبوجر وكل هالتفاصيل، بس عبالك تو تاخذ شويه صور بس يكونوا اون فيلم مش اون ديجيتال، لانه ديجيتال رح تستعمل الموبايل تبعك او نيور كاميرا مش اشكال. بس اذا حابب تصور فيلم، اول اوبشن بتروح على اوتوميتد كاميراز مثل البوينت اند شوت. اون ذا اذر سايد، اذا حابب اكثر تتعمق اكثر بالفوتوغرافي كمان مانيوال، عندك بالمبدا بطبيعه الحال عندك اس ال ار سنجل لينس ريفلكس، سمثينج لايك المينولتا SRT 101. هولي كاميراز they're very nice big، أكبر من point and shoot بطبيعة الحال، بس بيعطوك full manual control. هلا some of the others بيكونوا فيهم aperture priority mode يعني semi auto، إذا بدكم بتحط أنت الaperture وهي بيعطيك ال shutter speed. هولي they are very good camera robust، ما بيصلون شيء، فيك they take a lot of beating يعني مش اشكال. وعندك another option اللي هن range finder cameras. range finder cameras هن it's a different system than SLR, it's a different school. في عندي فيديو فيكم تشوفوه حكي فيه the difference بين ال range finder وال SLR. عادة عبر هيدا التاريخ اذا بتشوفوا الفوتوغرافي range finder cameras استعملوا أكثر for street photography for couple of reasons. كمان ما راح نفوت فيهم هون، بس إنه أكثر الفرق إنه هايدي بتطلع من view finder مش من lens. They are أصغر شوي حجما من SLR لأنه ما عندك البريزم وما عندك الميرر جوا بيفتح. فيك تصور slower shutter speed لأنه ما في ميرر، so they're very هلا في كفيل ما راح صور فيها، so ما بتهز فيك تصور على ال 15 من الثانية إذا بدك هاند هيلد وبيطلع صورك منها يعني. وصوتهم ما بيطلع صوت قد ال SLR، لأن SLR في عندك ملاية بتطلع وتنزل بتطلع صوت أكثر. So range finder SLR. Some of the cameras that I would suggest مثلا بالrange finder في عندك شيء مثل الزوركي 4K، في عندك الفيد 2 والفيد 3 والفيد 4 وال في كتير options هول الراشن. وفي عندك قصص a bit more expensive أغلى شوي مثل Voigtlander بس في عندك ال R وال R2 R2A R2M R3 كل هولي. عندكم مثلا Canon وال Nikon rangefinders لقدام LTM هولي بيجوا with Leica mount thread مثل Canon P Canon 7 7S. وعندك مثل Voigtlander قلنا ذكرناه هون، وعندنا بطبيعة الحال اللايكا. عندك اللايكا 1 2 3 و 3F و 3G و 3A وهذا هول اللي بيجوا LTM mount. وعندك الM mount اللي هي M3 وM2 وM4 و so on، كمان حديث تاني. so هيدي بخصوص range finder. SLR cameras في كمان كتير options، وهلأ في chart تاني رح فرجيكم اياه حكي فيه ومفرجة فيه list of cameras وبأي sections و رح أوصله. some of the suggestion تبعول ال SLR، أنا بستعمل Olympus. they're very good. في عندك series OM1 OM2 OM3 OM4 في المينولتا كتير منيح. في عندك Russian SLRs like the Zenit 12XP أنا بستعملها. عندك Canon بطبيعة الحال AF AE1 وA1 و so on، والF1 وعندك Nikon they're very good.
اوبشنز من لينسز، عندك بنتاكس، في كتير اوبشنز اس ال ار، كمان رح نرجع لهم. بما يختص البوينت اند شوت تنرجع لهم، سم اوف ذا كاميرز ذات اور ريكومند، في عندي انا عندي الكانون اي اف 35 ام، عم نحكي فولي اوتوميتد، يعني بس بدك تحط الفيلم، بتحط الاي اس او وبتصور، ما بدك تعمل اكثر من هيك. كتير بسيطه، ايزي. انذر انا بعتبرها كمان بوينت اند شوت، هي منها كتير، هي مور اوف ا، هي رينج فايندر، بس انا بحطها بسكشن البوينت اند شوت، سمثينج مثل الكانونات 28. ليه؟ لانه هاي الكاميرا فيها مينلي بتحط الاي اس او، بتحط اوتوماتيك، هلا فيها ابرتشرز فيك تنقيهم اذا عم تستعمل فلاش، بس بالمبدا فيك تحطها على الاي. So انت all you have to do is focus and take a picture. ما تاخذ صوره لانه هيدي اذا كانت under exposed ما بتاخذ صوره، سو اذا بتحطها على الابرتشر f2.8 او whatever بتصور. So هول some of the options. في عندك كمان الاولمبس xa2 xa3، هول كمان اوتوماتيك، عندك اللومو lca، في كتير options بهيدي، كمان هنحطهم ب a different chart بعد شوي. So هيدي بما يختص street photography and family photography. عجلة نجي على تاني ميل، عنا medium format landscape مثل ما قلنا، لأنه وقت تصور landscape انت بحاجة يكون عندك high resolution high definition و details. So this is my recommendation. Portraiture نفس الموضوع. Studio shots كمان you need that quality. بلس بخصوص الستوديو انا my suggestion is دايما من نقي، وكمان رح نشوفها بتاني chart، دايما I recommend cameras فيهم leaf shutter ورح احكي عنه بعد شوي. medium format عنا كمان في غير قصص، بس عنا المين هن SLR rangefinder وعنا TLR يعني twin lens reflex. SLR انا ما عندي SLR هلا، بس رح اعطيكم example مثلا مثل ال Pentax 67، one of the most known cameras, amazing camera. عندك rangefinders، عندي a couple، one of them اللي هي الفوجي GW690، it's a rangefinder، so انت بالمبدأ بتطلع من viewfinder مش من هاي. كاميرا كتير حلوة، وفي كمان فيديو عامل عنها ريفيو عنها الكاميرا، فيكم تشوفوه باللينك فوق. وعندكم TLR يعني Twin Lens Reflex اللي هو كمان حكي عنا قبل، اللي هي مامية سي سيريز، في عندك C3 وC2 وC33 22 330 اللي هن. So this is my recommendation. وكمان في كمان TLR معروفين كتير مثل ياشيكا 124G أو 124، وعندك الروليفلكس والروليكورد، في كتير options كمان موجودين بالليست بعد شوي. وفي كمان هون ما ذكرتهم اللي هن فولدبل اولد كاميراز، مثل هاي البرونتور 2 اللي هن، وفي منهم مامية وفي اولمبس وفي كذا اوبشن، اللي هن فيري سمول، بيصوروا سم اوف ذم موست اوف ذم 6x6، في منهم 6x9 كمان. كمان ذير جود براكتيكال كاميراز ورخاص مش غاليين. So الفرق بالميديوم فورمات، عم نحكي الفورمات هون بدك تنقي بين different formats غير ال 35 مليمتر اللي حكينا عنه، انه بيجي 2x3 بيجي فورمات واحد هالشكل اللي بنعرفه الفيلم كاميرا ال 35. ال 120 مثل ما حكيت هذيك المرة كمان هو طوله 6 سنتيمتر الفيلم الرول، بس العرض هو it depends على كل كاميرا، كاميرايات بيصوروا 6x4.5، في منهم بيصوروا 6x6، في منهم 6x7، في 6x8، في 6x9، في بانوراميك بعد أطول 6x12 17 مهمة. So هون بدك تنقي أي فورمات. واحد من النقط اللي انت بتنقي منهم هي يا أي فورمات انت بتحب تصور فيه، يعني انت بتحب تصور ريكتانجلر أو بتفضل سكوير فورمات، هيدا رأي شخصي. How do you frame or how do you compose your shot؟
وبيفرقوا 6x7 بيجي شوي سكويرش بس اكثر، 6x9 بيجي تقريبا مثل ال 35 mm as proportion، نفس الشيء 2x3. هذا كمان تشويس بتنقي فيه. another choice بيلعب دوره انه how many shot per roll، يعني اذا عم بتصور 6x4.5 رح يطلع لك 15 صورة بالرول او 16، اذا عم بتصور 6x6 رح يطلع لك 12 بكل فيلم، اذا عم تصور 6x7 رح يطلع لك 10، اذا عم تصور 6x9 رح يطلع لك 8 شوتس بس. سو هيدي تو بي تيكن انتو كونسيدريشن انت عم تنقي. سم اوف ماي ريكومنديشنز لهول الكاميرا مثل ما رجعت لل حطيتهم تحت انا. 1 ريكومنديشن 645 انا ريكومند ذا فوجي GS 645S، وفي فيديو هون عامل ريفيو عن هالكاميرا. براكتيكال صغيرة، very good quality lens، وفيها light meter built in، very good كاميرا. هلا فيك تفوت على ال bigger SLRs 645 اللي تجي هالقد، فيك كمان they're very good very good. هيدا interchangeable lens و modular systems وكتير قصص، بس انا I'll go for this 645. بالTLR I'll definitely recommend Mamiya C series. أنا برأيي مزبوط الروليفلكس والياشيكا كتير معروفين أكتر، بس this is a better camera. وفيكم تشوفوا a video talking about هيدي الكاميرا specifically وليه من أحلى كاميرات أنا عندي Mamiya C series. هيدي for TLR. for SLR كمان في كتير options. انتبهوا أنا ما عم وقت أذكر وحدة مش يعني الباقي مش منيح. this is my selection. أنا كيف I recommend Pentax 6.7. هلا في 6x7 و6.7 و6.72، في كذا option، بس in general this camera خاصة أنا سجبت ال 105 2.4 lens amazing camera، بس not really good for studio or lighting لأنه it doesn't synchronize on high speeds. وأخيرا وليس أخيرا هو rangefinder for the 6x9. أنا my recommendation will be the GW690 لحجمة، practicality، use، quality of the lens and sharpness، كل شيء. this is the 6x9 I'll go for. هذه in general selection. هلا رح روح على الجراف نمبر 2 اللي حكيت عنه شوي. هيدا واتنيناتهم هول الجرافات رح حطهم على links in the comments تحت in the description. you can download them تتقدروا تشوفون على رواق. So this is basically إذا بدكم a film guide أو camera guide. قسمتهم مثل ما شفتوا بالأول 35 mm cameras medium format cameras، وبكل واحدة بال 35 mm عندك قسمتهم ل point and shoot، SLR، rangefinder. نفس الشيء على ال medium format زدت عليهم ال twin lens reflex TLR. بتشوف على جنب the questions اللي حكينا فيهم قبل شوي اللي هن أول سؤال what do you like to shoot. هلا كمان حطيت recommended for بمعنى انه هيدا انا what I recommend، مش يعني ما فيك تستعمل اي كاميرا لاي شيء، بس انا هيك بشوفهم. وقسمتهم into street photography، landscape، family، portraiture and studio. وفيكم تشوفوا كل recommendation لوين، يعني مثلا اذا بتطلعوا باول واحدة ال point and shoot انا I suggested for street and family. مثلا TLR مش كتير خش فاميلي لانه شوي unpractical، وكيف بدك تزيح يمين شمال تعرف ال TLR الصورة بتبرم عكس، يعني اذا تحركت لفوق بتوطي او the images flip so بتضيع شوي unless you get used to it. بس مثلا street photography كتير منيحة لانه it's not confrontational، انت عادة عم تكون لقيت الكاميرا عم تطلع عن زول so فيكون عم بتصور واللي قدامك مش عارف انه انت عم تصور، في فكرك عم تشتغل بالكاميرا. So this is a good thing for street photography. Very good for landscape لأنه بالنهاية it goes under the medium format high quality negatives and so on. تاني سؤال هو manual or automatic، وحاطت ال point and shoot mainly are or إذا أنا بدي أشتري point and shoot كاميرا أنا بجيب automatic، ما رح جيبها with fully manual لأنه ساعتها I'll go for a better bigger camera with more control. So my suggestion SLR
في اوتو بس انا ما بعرف ما شايفه لوحده, بس انه في سويمين اوتوماتيك بمعنى ابرتشر برايورتي او شاتر برايورتي, يعني انت بتحط الابرتشر وهي بتنقي لك شاتر سبيد, سو اتس كايند اوف اوتو او فولي مانوال, وفي منهم فيهم بوث رينج فايندر. سم اوف ذم فيهم ابرتشر برايورتي مود مثل لايكا 7 مثل البسا R2A او R3A, في سم اوف ذم بيجو كايند اوف سيمي اوتوماتيك بس ان جنرال دي ار مانوال. تي ال ار نفس الموضوع, ده بيسيكلي مانوال. هافينج في يكون فيها لايت ميتر ما يعني اوتوماتيك, سو ات دازنت هيلب يو شوتينج, انت بدك تحط السيت اب تبعولك. رينج فايندر في منهم اوتوماتيك مثل اذا مش غلطان المامية 7, وفي اذا الفوجي الجي اي كمان بيجو سمثينج لايك كايند اوف اوتوماتيك حتى مع اوتو فوكس. كثير غاليين هول الكاميرات, انا ديفينتلي اي ويل نوت جو ذير لانه كاميرا هيك هالقد غاليه. اتس فيري جود كواليتي ما في شك بالموضوع, بس انه في كثير قصص فيها ممكن تنتزع, سو انا اي جو فور ذا ميكانيكال فيرجن مثل الجي دبليو او هول اللي هي ميكانيكال بتشتغل بلا بطاريه حتى سيفر وطمن بالي اكثر. بنروح على الفورمات كمان حطينا بمبدأ point and shoot بيجو 2x3. هلأ في some point of shoot, أنا بعرف واحدة اللي هي panoramic تجي 2x6, يعني 2 35mm حال بعض. وفي كمان الباناث نسيت شو هي الأوليمبس half a frame, some of the cameras فيهم بتصور نصف فريم بالطول, كمان ما ذكرتهم هون, يعني هول very specialized cameras انه مهضومين و useful, بس انه خلينا هيك تنحصرها شوي اكتر. So عندك 2x3, في عندك 6x4, شو بيجو كل ال 35mm انا حطيتهم under 2x3 لانه هيدا standard, في هيك وهيك. TLR عادة بيكونوا 6x6, في منهم بيجو الون فريم من جوا بتسكر ما فت فيهم, يعني اذا شيء مش كتير كومن وما ذكرته هون. في عندك SLR, في the ones that I know اكتر هن 6x7, في 6x6 بس عادة اكتريتهم اللي بتشوفهم هن 6x7, او عندك 6x6 كمان. رينج فايندر في تقريبا كل شيء اذا مش غلطان, اكيد في كل شيء كل الفورميات. و point and shoot اللي أنا بعرفهم هن 6x7, إذا في شيء غير I can add it, حطوا لي هون down بالكومنت please. هلا for the budget كمان هيدا الموضوع شوي vague وواسع وما في يضبطه, بس تقريبا يعني point and shoot في بين حطيت بين الدولار والـ100 دولار, بين الـ100 دولار والـ300 دولار أو $300 وطلوع امريكان دولار عم نحكي. طيب اذا عم تحكي point and shoot, يعني انا شخصيا ما بدفع اكثر من 20-30-40 دولار ل point and shoot. اذا بدي احط مصاري هالقد على هيك شيء I rather go for something ويعطيني more control. So هاي بخصوص البرايسز. هلا بتشوفوا البرايسز كيف محطوطين حسب اي رينج وين بيجوا. عادة مثلا لأعطيكم another example, مثلا مثل الميديوم فورمات الاوتوماتيك البوينت اند شوت مثل ما 107 بيجو ما بتلاقيش رخيص, عم نحكي كمان هلا انا حاطط بال $300 وطلوع, بس ان فيك تقول بال $2000 وطلوع. So this is as per the budget. وفاينلي كمان not very accurate بس هيك سريع حطيتها, اللي هن بتشوف what are the brands اللي انت فيك فتش عليهم بالكاميرات اللي عم بدك تشتريهم, يعني بمعنى point and shoot كاميرا شو هن البراند. بيسيكلي تقريبا في كل شيء point and shoot من عدا, ويمكن انا كمان غلطان بس اللي ما بعرفهم, يكون الزنت ما عندهم, بس عندهم SLR. الفيد ما عندهم point and shoot لانه عندهم range finders. والزوركي نفس الشيء. برونيكا ما على علمي عندهم point and shoot. روليفلاكس, الهاسلبلاد, زايس والكييف هولي ما على علمي عندهم point and shoot. وسوان بتشوفوا كيف مقسمين, فيكن انتو تو داونلود هيدا الشيء وتشوفوا هلا كيف تستعملوا هيدا الشيء بالمبدأ. يعني انا اذا
حضرت اول سكشن من الفيديو هيدا وانت شفت انه اوكي انا I'm interested in TLRs مناسب لإلي لانه I need a medium format مثلا بسوي portraits وهيك I need a large negative I like the 6x6 I'm okay with the 12 frame بالفيلم بالرول so اخذت decision انه انا I'll go for TLR بتجي لهون عهيدا الكاميرا جاي تطلع على TLR تنزل سوق بتشوف شو هن البراندز اللي عندهم TLR يعني مثلا بالحالة مثلا عندك الماميا they have a TLR عندك الياشيكا عندك ال شو كمان ياشيكا عندك ال رولي فلاكس رولي كورد عندهم ريكو عندهم وحتى زايس عندهم so those are some of the known المعروفين أكتر شيء اللي عندهم TLR and then you can go and research هول الكاميرا ستعرف تنقي أنا هيك شفتها يعني so الهدف كله من هيدا الموضوع كان المبدأ إنه وقت بدك تنقي كاميرا مش تروح على thrift shop or whatever وتشوف شو الموجود وتشتري أو شو اللي بيجرب يبيعك إنه this is a very good camera فيها الكاميرا اللي تشوفها تكون رائعة وكتير performance ونظيفة وكل شيء فيها منيح بس ما تناسبك انت للقصص اللي انت بتصورها so my suggestion اول شيء شوف انت شو عبالك تكون عم تصور اذا مش عارف انت شو بتصور شو عبالك تكون عم بتصور وشو انسب system تفوت فيه تتقدر تصور بمعنى مش انه بعد شهر وشهرين تلاقي عندك difficulties مشاكل وعقبات بهيدي الكاميرا اللي جبتها اللي ما عم تناسبك انه تقدر تاخد منها صور لهيدا الشيء سو بدي روح غير سو هذا اللي بيصير مع كتير فوتوغرافرز ببلشوا يجمعوا كاميرات فوق راسهم هذا الهدف كله كان من هذا الفيديو ان شاء الله كان مفيد كمان برجع بذكر للمرة الاخيرة انه هيدا تصوري للموضوع او استنتاجي انا كيف ما يعني that's the right way ما يعني انه هاي الطريقة المضبوطة اللي تفكر فيها هيدي أنا كيف بشوفها وإن شاء الله تكون فادتكم بشيء صغير هذا كان كل شيء لليوم شكرا للمتابعة بليز تذكروا to like share and subscribe it helps a lot وإن شاء الله نشوفكم أيضا بفيديو جديد cheers